السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. صباحكم سعيد ومساءكم ورد وإياكم فل إن شاء الله تعالى. في كثير من الأوقات والأيام بتصحوا من النوم فجأة هيك أثناء الليل يعني، وتتقلب يمين ويسارا وما بتعرف شو بدك تعمل. بتفاجأ أنك أنت، مع أنك أنت متعب ومرهق وكل جسمك يعني تعبان، ولكن مخك شغال، عقلك شغال، غير قادر على انك انت تتواصل مع اي انسان، وغير قادر على انك انت تتفاعل مع اي حدا، ولا انك تفكر باي شيء. ذهنك مش صافي، جسمك تعبان، صداع، الم بالمفاصل، الم اسفل الظهر، احيانا بتشوف طلاسم واحلام كوابيس مستمره وما بتعرف شو سببها. بتروح على النت وبتبحث عن الامراض العضويه، وطبعا اذا بحثت عن في النت عن الامراض العضويه واستفسرت عنها راح تجد نفسك في متاهه كبيره جدا، وراح تحبط وتتدمر. انا بحكي لكم يا اخواني، يا احبائي، يا خواتي، يا ابنائي، يا ابنتي، بصراحه انه انت اذا واجهتي الم في المعده او اسفل الظهر او صداع دائم وبحثتي عن النت سبب هذا الصداع، راح يعطوك اجابه مدمره تحبطك الى ابد الابدين. فلا تبحث في هذه الاشياء على النت، واستشر اصحاب الخبره من الاطباء. طبعا هذه نقطه مهمه جدا احكي لكم اياها. نقطه ثانيه، لما تحلمي حلم وتروح تفسريه على النت للتفاسير الموجودة، فراح تصابي بالإحباط، لأن تفسير الحلم عندك مش مثل عند غيرك، مش مثل عند غيرك، مش مثل عندي. يعني أنا لو حلمت بأفعى وأنت حلمت بأفعى وهو حلم بأفعى، كل أفعى تفسيرها شكل لكل شخص، مش انه تكون عدو يعني او تغلب علي وخوف او جن او قلق او توتر او الى اخره، لا ابدا. فكل حلم او كل مرض او كل يعني لنفس المرض انتوا عم تاخذوا ادوية مختلفة لنفس المرض. اذا انا كنت اعاني من التهاب في الحلق باخذ ادوية من الطبيب تختلف عن ما تاخذه انت. الفكرة اللي بدي أوصلكم إياها يا أحبائي يا إخواني، اصبروا علي شوية، وكتير منكم رح يتساءل يحكي شو علاقة هذا بعنوان الفيديو أو بحلقة الفيديو. العنوان ضروري جدا، وهذا الكلام اللي أنا بحكيه له علاقة وطيدة جدا جدا بعنوان الفيديو. كيف أنت بتصبح بتكون مطارد وتصبح هارب ثم تصبح طرف ثالث، أو بتكون هارب ثم تصبح مطارد وبتصير طرف ثالث. هذه المقدمة الكبيرة اللي انتو البعض الاخوان مشكورين قد يعتقدون انه ما لهاش علاقة بالموضوع، لا، لها علاقة وطيدة مثل ما حكيت لكم، ومهمة جدا. لانه المطارد يعني خلينا نعترف وفاجئكم بهذه الصراحة والوضوح، المطارد هو غير سوي نفسيا. خذوها مني من الاخر، يعني frankly speaking، بصراحة انه المطارد غير سوي نفسيا، مش انه مجنون او بحاجة الى علاج نفسي، لا، ولكن يعني ما عنده stability، ما عنده اتزان في حالته النفسية. هذا واضح، كلنا ما عندنا اتزان في حالتنا النفسية للعلم، يعني انا وانا واحد منكم كمان حتى تطمنوا. المطارد ما عنده اتزان في حالته النفسية، ولا الهارب، والطرف الثالث أيضا. طيب بدي أجيب لكم مثال الآن. مثلا A مطارد و B هارب. الآن هذا الشخص A سواء ذكر أو أنثى مطارد يبحث عن توأمه ويلهث ويلهث ويتعب، و بيحلم فيه، بيشوفه بالمنام، بيشوف أرقام، بيشوف منامات متعددة، بيشوف خيالات، بيشوف تهيؤات، بيشوف
تخاطر معين بعمل حتى يوصل إلى هاربه. الهارب أيضا حكينا أنه بيهرب نتيجة لفارق السن والعمر والعقيدة والمنبت والأصول والفروع وضغط الأهل والأسرة والأب والأم والأخ والأخت والأقارب إلى آخره. أيضا الهارب عندما يهرب إلى طرف ثالث، هذا الطرف الثالث، الطرف الثالث ركزوا معي، الطرف الثالث طب شو وضعه؟ هو طرف ثالث بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا احنا اللي بنستمع. في مطارد، انا لنفترض اني انا مطارد وعم ببحث عن هاربي، تمام، عم بلهث وراء هاربي، وهاربي لجأ الى طرف ثالث اللي هو سي، انا A وهاربي B والطرف الثالث هو سي. طب من هو هذا الطرف الثالث؟ سؤال، مين هو؟ هذا سي، عندنا A B C. سي الطرف الثالث هذا يا اخواني قد يكون مطارد لطرف احنا ما نعرفه، وقد يكون هارب من طرف احنا ايضا ما نعرفه. طب لماذا يتم اللجوء الى الطرف الثالث؟ يتم اللجوء الى الطرف الثالث من قبل الهارب لان الهارب يقع في نوبة اكتئاب وحزن وألم وقلق وتوتر وتعب، وغير قادر انه يتفاعل مع الحياة اليومية، لا مع اصدقائه ولا مع ابوه ولا مع امه ولا مع زوجه ولا مع زوجته ولا مع اسرته ولا مع ابنائه حتى. فبلجأ الى طرف ثالث حتى يفرغ ويفرغ ويفرغ، يفرغ هذا الكبت، يريح نفسه جسميا وعقليا وذهنيا، وحتى يعني يجعل من الطرف الثالث بديل له. طيب الطرف الثالث لماذا يقبل بهذا الهارب؟ الطرف الثالث إما أن تكون عنده نزوة أو بدي يستمتع أو بدي يتسلى أو يقضي وقته، وقد يكون هذا الطرف الثالث أيضا هو هارب، هارب من مطارد آخر. فهمت الفكرة كيف؟ يعني كيف احنا على وسائل التواصل الاجتماعي، انا عندي صديق وانت او انت عندك صديق وصديق صديقك بيطلع معي على وسائل التواصل الاجتماعي، صديق مشترك بيني وبينك يعني. فبالتالي الهارب عندما يلجأ الى الطرف الثالث وليعوض ما فقده من تعب وقلق وحنان وحب ورغبة وشهوة الى اخره، فهذا الطرف الثالث اما ان يكون صاحب نزوة او صاحب يعني بدي ملي وقت فراغه، وقد هذا الهارب صاحب النزوة اللي بيلجأ له للطرف الثالث، الطرف الثالث بيكون في هذه الحالة قد يكون مطارد وقد يكون هارب ايضا، قد يكون مطارد وقد يكون هارب. فالطرف الثالث عندما يلتقي مع المطارد هو هارب التقى مع هارب، أو مطارد التقى مع هارب. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي، وإذا أي استفسار أو عدم وضوح اسألوني بجاوبكم إن شاء الله تعالى. أعتقد أنكم فهمتوا الفكرة من هذا الموضوع، إمكانكم تعيدوا ما قلت يعني ترجعوا الفيديو لورا شوي وترجعوا تستمعوا كمان مرة إن شاء الله. الهارب هون هيقضي مصلحة، هيجعل منه ايش؟ بديل، بديل لحبة الدواء اللي بنستخدمها عندما نشفى خلص ما بنستخدمها ابدا، او كأي شيء عندما نحقق رغبتنا ونصل الى مرحلة الاشباع بنحقق هذه الرغبة وخلاص ما بنرجع لها، مصلحة وانتهت، مصلحة وانتهت. مثل اللي بيشرب كاسة مي أو يأكل وجبة طعام شهية أو لذيذة بيعتبرها في نظره، وبعد الإشباع خلص ما بيكمل، لما يجوع بيرجع بيأكل تاني مرة. هذه الفكرة من وراء التقاء الهارب. فأنت ممكن تكون مطارد وقد تكون أنت هارب وقد تكون أنت طرف ثالث. كيف أوضح لكم إياها؟ أنا أتوقع أنها وضحت بالنسبة لكم. انت لما تكون مطارد بتكون هارب من علاقة اخرى، بتكون هارب من علاقة اخرى، فكل مطارد هارب وطرف ثالث، وكل طرف ثالث مطارد وهارب، وكل هارب مطارد وطرف ثالث.
إن شاء الله تكون وضحت الصورة أمامكم. وفي كل الأحوال التلات راح يتعبوا، التلات راح يتعبوا، ولكن الطرف الثالث اللي بيلجأوا لإله بكون هارب أو مطارد، مش في علاقة توأم شعلة يعني، لأنه يتنقل من العفو على الكلمة من حضن إلى حضن إلى حضن. هذا هو الطرف الثالث. وأحيانا الطرف الهارب يلجأ إلى هذا، الهارب يلجأ إلى هذا حتى يعوض ما فقده من حنان ومحبة، وقد يدفعه المجتمع على فعل ذلك، أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو الأم أو الأب أو العائلة أو المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه. فالإنسان يجب عليه أنه يمارس تمارين التخاطر، وقبل كل شيء بكرر وبعيد أنه يلجأ إلى الله، يلجأ إلى رب السماوات والأرض، هو الذي يمنح السكينة والطمأنينة والمحبة والقوة والثقة بالنفس. استقر نفسه، بصفى ذهنه، يتوجه لحياته ولعائلته ولأسرته. فإن شاء الله بتمنى أن الصورة قد وضحت يعني أمامكم عن الهارب والمطارد والطرف الثالث. وأحبائي والله إني أحبكم في الله وأحبكم جميعكم. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد، وأي استفسار أو استشارة أو تعب نفسي أو قلق أو أي شيء واجهكم وأنا أستطيع إني أحللكم إياه فأنا حاضر وجاهز بإذن الله. ورقم هاتفي موجود في الـ description box في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وإن شاء الله بنتواصل مع بعضنا ونكبر مع بعضنا ونتفاعل مع بعضنا، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ونضل إخوان. ورب أخ لك لم تلده أمك، وإن شاء الله أنا أخوكم وأبوكم واللي بدكم إياه. تمنياتي لكم بالتوفيق. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.